امير مرتضى منصور طلع قال ان انت كنت سبب انه احمد مدبولي يمضي للزمالك، انت اللي اقنعته. حقيقي الكلام ده ولا لا؟ امير بيهزر طبعا، بيهزر طبعا. هو انا طبعا قلت له ان احمد مدبولي ده لعيب كويس، بس هي الصفقات ما بتتعملش كده. مش بقول له، هو امير عنده مليون و يعني ساعتها كان عندهم كذا لعيب بيختاروا ما بينهم. فانا قلت له رايي في اللعيب ده، بس هو طبعا درس ده ودرس ده ودرس ده وجاب على الاساس ده. انما ما بيجيش كده، هي الناس خدتها كانه بص بقى ده صاحبه بيقول له فبيجيب اللعيب، فطبعا ما بتحسبش كده. لان هم في الفتره دي بعديها كمان جابوا لعيبه كبار قوي، وفي الفتره اللي جابوا اللعيبه دي في لعيبه اشتغلت كويس وفي لعيبه لا فاتباعت. فالناس خدت التهريجه دي انها بجد. ايه رايك في صفقه عبد الله السعيد؟ احنا ليه بنتكلم في الزمالك دلوقتي؟ شويه صغيره. عبد الله السعيد لعيب كبير جدا، مكسب جدا للزمالك، كان جمهور الزمالك من زمان نفسه يبقى في لعيب زي عبد الله السعيد في الفرقه. وهو المكان ده كان ناقص في الزمالك، فما فيش احسن من عبد الله السعيد يملاه يعني. مين اكتر لعيبه بتحبها في الزمالك دلوقتي ولا دلوقتي؟ شيكابالا، زيزو، الونش، عمر جابر، كفايه. فتوح. فتوح. مسلوسي. كفايه. طيب مين لعيب في الاهلي نفسك تشوفه في الزمالك؟ محمد عبد المنعم. في لعيبه كتير قوي جامدين قوي في الاهلي وبحبهم قوي. محمد عبد المنعم، مروان عطيه. نفسك امام عاشور يرجع الزمالك؟ امام عاشور. تفتكر ممكن يرجع الزمالك امام عاشور؟ لا مستحيل. بس خلاص. الشناوي. مصطفى شوبير ده حارس مرمى جامد جدا. ما خفتش تقول انتمائك في الكوره ان انت زملكاوي تخسر جمهور الاهلي؟ يعني في نجوم كتير على فكره بيخبوا الموضوع ده عشان ما يخسروش جمهور النادي التاني. ما عندكش انت المشكله دي؟ لا ما خفتش، لان دي مش حاجه تعيب الواحد يعني. اصل اي حد في العالم بيشجع فرقه. يعني سيبك من مذيعين الرياضه اللي يقول لك انا بشجع الكره الحلوه ومش عارف ايه، هم كلهم كل واحد ليه انتماء بس بيخبيه. طبعا فاهمه. تحب تتفرج على مين؟ ففي الاخر في الاخر انا بشجع الزمالك وبحترم جدا الاهلي وبحترم بطولاته وبحترم جمهوره وبحترم ادارته وتاريخه، بس في الاخر انا بنتمي للفرقه دي. نادي الزمالك. طيب تحب تتفرج على مين في الاعلام الرياضي؟ احب اتفرج على مدحت شلبي، شوبير، ابراهيم فايق جدا، ابراهيم عبد الجواد، هاني حتحوت، رضا عبد العال بحبه جدا. كل دول بتفرج عليه. ميدو بستمتع جدا كمان بالفرجه عليه. طبعا ميدو. ميدو عنده قدره كمان انه يقعد يتكلم كتير وانت ما تزهقش ابدا، عنده الكاريزما دي. انا بحب اتفرج على ميدو. مين ما بتحبش تتفرج عليه ولا مش عايز تقول؟ مش هقول طبعا. مش هتقول؟ لا. بس مفيش حد يعني، ما مش لدرجه ما اتفرجش عليه خالص. بس شكلك متابع كويس. متابع كويس الرياضه. بتابع السياسه؟ ما بحبهاش وما بفهمش فيها خالص. ما بتحبش تسمع اخبار؟ ما بفهمش فيها خالص يعني. لا يعني لو في خبر مهم قوي بحب اسمع واقرا فيه وافهم فيه ايه. انما اجري وراها عشان اعرف كل يوم ايه اللي بيحصل، لا ما تعملش كده. نعم. ايه اكتر حاجه بتحب تقرا عنها؟ السينما والكوره. السينما والكوره هما دول حياتك؟ اكتر حاجه. دول اهم حاجتين في حياتك. السينما والكوره، لكن اي حاجه غير كده لا خلاص. مش لا، في حاجات عاديه في النص بس دول اكتر حاجه. ايه اكتر حاجه بتحبها في الدنيا؟ بناتي. بعديهم يعني خلينا نقول بناتي دول اللي هما بيمثلوا العيله كلها. ماشي بمراتي بقى، بأمي بقى، بإخواتي، بالحاجات دي كلها. وبعدهم بس خلي بالك انا سالتك هي اللقطه، ما سالتك بعديهم بناتي على طول. بعديهم بعد العيله. شغلك هي شغلك بقى. رقم اتنين. والعيله رقم واحد. انت رقم كام؟ انا رقم كام؟ ما هو انا موجود في الاتنين فاهمه. ما هو يعني انا بحب عيلتي لان دي حاجه بتحقق لي راحه نفسيه واستمتاع، وبحب شغلي لانها بتحقق لي كده احساس كده بالذات وبالشغل واستمتاع. فالاثنين خاصين بيا فاهمه. فانا لما بحب دول يبقى انا بتكلم عن نفسي برضه. بس انت بتشوف نفسك فيهم. في ناس بتشوف نفسها اهم.
اهم من ايه؟ اهم من العيله، اهم من إيه؟ بيحب نفسه قوي، شايف ان هو اهم من اي حاجه. انت بتشوف نفسك فيه؟ انا بشوف نفسي فيهم. لا هم اهم، هم اهم منك، هم اهم مني. هم